ليسون يا رب رحم. كيريليسون اسمعنا ورحمنا. كيريليسون كيريليسون يا رب رحم. كيريليسون كيريليسون رحمنا يا رب السماوات والسماء والأرض المتين مجدك وكرمتك ارحمنا يا الله لا يبدأ في الكل أيها القدوس ارحمنا أيها الرب لا يكوى تكون معنا لأنه ليس لنا من في شديدنا ولكتنا سواك حلوة فرص لنا الله نسير صانع برضتنا صانع بغير إرادتنا ألفعنا بمعرفة ألفعنا بغير معرفة خفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من الجسم القدوس الذي دعا علينا رحمتك يا رب لست قطيانا. مجداً وإكراماً إكراماً ومجداً للثالوث القدوس الأب والابن والروح القدس سلام وبنيان لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي. هللويا فاي بيبي اويتا ام شويس سامييو Shoy se a elle
حكم مبشيرنا بنظم يسواب ونوتي نوت بفز مرقوت انجاب نوتي بيوت ببنطقراطور آمين فز مرقوت انجاب بمونوجانيس انجيري إيسوس بكريستوس بن شويس آمين فز مرقوت انجابي ابن بماي سواب امبارك لي ايتون آمين إزبتي راجيوس سيوس آجيوس ابن باجيون آمين بلوغي توس كيريوس إيسوس Eones amin nestnos iros moi choice marois moi ruf in genib leftiro jebef night angro eriegon otimis mi in tip choice shov choine amin allelu sutir iso o Christos zia peres ke bazin egon aber voisin eron af ari eron af shoptin ero papti eso eron af titoten Abenten che ehreyata ay onusay en sop on marinti ho erop hobos entep ari eron chempai Es o wabai namni ihutirun teben on chenherini ni venin jabiban tokrator epsoi seben noti. Bruce vexos kiriele ison. Ebni epsoi seben noti biban tokrator. Eviotem ben chois, ouo ben noti, ouo ben sotir, iso os vie Christos, nas coroca yara, ala kul halin. ومن أجل كل حال وفي كل حال
لأنك سترتنا، أعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا، عضدتنا، أتيت بنا إلى هذه الساعة. أطلبوا لكي يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطالبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين لشركة أسرار مقدسة المباركة لمغفرات خطايا. يا رب ارحم. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب أن نكمل هذه الخدمة المقدسة وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك، كل حسد وكل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا، نيز صنيف نمنيت إرنفري صاني إم أونان جئنسك بأطاق تيم برشيشنان إهوم يجني هو أوب نم إتشلي نم أجنتي قم ترسن تبقاجي سادتي عبيدك قدام هذا اليوم، اباء الكهنه والشمامسه والكليرس وكل الشعب واضعافي يكونون محللين فم الثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، فم الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه من افال 12 رسولا، فم ناظر الاله الانجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطير القديس ساويرس معلمنا دسقورس والقديس اثناسيوس الرسولي والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي فم والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس أوروريوس ومن أفاد 318 مجتمعين بنقية
150 بالقسطنطينية والمئتين بأس فم أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا الأنبا طاودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا ثودوس فم حقارتي لأنه بارك له مجدا اسم قدوس أبو البحر كل سلام كل عند في صامين كتب نظمة آتي سلطة شري النبن كاسا أسد فيخ أبي أرو أمات سوى ماريا
افشويس اري اهم مطنان بكو ايبون انتن النوبي ايتن نبرز في انت في عرش انجلوس تسقو وامي فاني لباركون النان في اوي شاش في نارشي أنجلوس نمني طاما إني بورا نيوني بشويس أري أهمت نان بكو إيبون انتين النوبي ديتني إبشي انت ريموس نفانجي لستيس ماركوس بي أبو ستولوس إبشويس أري أمطلان بكو إبون انتن النوبي إيتني شي زي اكون تسمارو تستيفانوس بشرب مار تيروس اتشوي صاري المطنان بكوه بولنتين النوبي ايتني امشي انتني اصلو فروس اني مار تيروس باتشويس اوروغي اوريغي يوسي اودوروس بسترات الليتيس في لوباتير ميركوريوس ابا مينا انتني فاياتي إبشويس أري أهمطنان بكو إبون انتن النوبي إتني إبشي انتني شنت انت شيس بابا أساناسيوس بي أبوس طوليكوس نما باكيريلوس بستلوس تبيناتي لديوس كوروس بخبسنتي أرثوذكسية إبشويس أري أمطنان بكو إبول انتن النوبي إتني إبشي انتن أشوي سنيوتي إمينو شي أبا شنوتي في عرش من الريتير
شوي سن يوتي ام ماينو شيري ابا بي شوي نم ابا بابلين بي غوري اسو اب ابا موسي ابا يسي زوروز ببرد في تيروس مكسي موس نمدو مديوس افار سانيوس افا يوانس بي كولوبوس افا سامويل بيومولو جيتي سي افشويس اري اهم وطنان بكوي فولن تن النوبي هيتني افشي انتني اس او انت واي او بي او اي بي او اي كتب فران ابشو اي سار مطنان بكوي قول انت ننو في ايتنو افشي عربون خم بن يوتت طايوتن عرشي ارف سبابا ابا تاوى دروس افشوي ساري مطنان بكو ابون انت ننو في ايتنو افشي عربون خم بن يوتت طايوتن زكاوت أبا تيودوسيوس بيبس خوبوس إبتشو سارموت نان بكوي فولنتيني نوفيتين البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطيا بركاته علينا أمين. بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من بين الأموات وجميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطية. النعمة لكم والسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح، هذا الذي بذل نفسه عن خطايانا لينقذنا من هذا العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله والآب الذي له المجد إلى أبد الآبدين أمين. إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر الذي ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح، ولكن إن كنا نحن أو ملاك من السماء يبشركم بغير ما بشرناكم به فليكن محروما. كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضا، إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن محروما. أفأستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أطلب أن أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. وأعرفكم يا إخوتي أن الإنجيل الذي بشرت به ليس بحسب إنسان،
لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته، بل بإعلان يسوع المسيح، فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأخربها، وكنت أتزايد في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة على ما سلموه لي آبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته بأن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أتبع لحما ودما، ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إلى أرابيا، ثم رجعت أيضا إلى دمشق، ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأنظر كيف أي صفا، ومكثت عنده 15 يوما، ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. والذي أكتبه لكم هو ذا قدام الله أني لست أكذب فيه. وبعد ذلك جئت إلى نواحي سورية وكيليكية، ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح، غير أنهم كانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يتلفه، فكانوا يمجدون الله فيا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا جميعا يا أبائي وأخوتي، أمين. كاس ليكون فصل من رسالة معلمنا يهوذا الرسول بركاته علينا أمين. وتنبأنا هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا: هوذا قد جاء الرب في ربوات ملائكته القديسين ليصنع دينون على الجميع ويوبخ جميع منافقين على جميع أعمال نفاقهم التي نافقوا بها، وعلى كل شيء صعب الذي تكلم به عليه. خطاة منافقون هؤلاء هم متذمرون ملومون سالكون بحسب شهواتهم، فمهم يتكلم بعظام يحبون الوجوه من أجل المنفعة. وأما أنتم يا أحبائي فأذكروا الأقوال التي قالها سابقا الرسل ربنا يسوع المسيح، فإنهم كانوا يقولون لكم إنه في الزمان الأخير سيأتي قوم ضغاة سالكين بحسب شهوات نفاقهم. هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم، نفسانيون لا روح لهم. وأما أنتم يا أحبائي فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس، مصلين في الروح القدس، ولنحفظ أنفسنا في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. وبكتوا البعض عندما يكونون مدانين، وخلصوا البعض واختطفوهم من النار، وارحموا البعض بالتقوى، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد، والقادر أن يحفظكم غير عاسرين ويقومكم أمام مجدي بالعيب في الابتهاج الله وحده مخلصنا بيسوع المسيح ربنا، له المجد والعظمة والعزة والسلطات قبل كل الدور الآن وإلى كل الدور أمين. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت الأبد أمين. Yeah.
فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معي ومعكم يا أبائي أخوتي أمين. أما ملاك الرب ففتح أبواب السجن في الليل وأخرجهم وقال: اذهبوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا بكروا ودخلوا الهيكل وكانوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة وكل الذين معه واجتمعوا في المجمع مع كل شيوخ بني إسرائيل، فأرسلوا إلى الحبس ليؤتي بهم، ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن. فرجعوا وأخبروهم قائلين: إننا وجدنا الحبس مغلقا
بكل حرص والحراس واقفين على الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد أحدا في الداخل. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة يا أبائي وأخوتي. أمين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد وتعتز في هذه الكنيسة المقدسة وفي الكنيسة كلها في العالم كله باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. أمين. النهاردة يوافق اليوم التاسع من شهر أبيب المبارك، بنرجو أن يحسن الله استقباله وانقضاؤه ويعيده الله علينا وعليكم ونحن أنتم جميعا في سلام وفي هدوء وفي بركة وفي نعمة وفي طمأنينة وفي حفظ كامل مع الملائكة القديسين من كل الأشرار، مغفور الخطايا والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي أخوتي جميعا. أمين. بتعيد الكنيسة النهاردة بعيدين، العيد الأول استشهاد القديس سمعان ابن حلفي أسقف أورشليم، العيد الثاني نياحة القديس البابا كلاوديانوس البطريرك التاسع من بطريركة الكرازة المرقوسية. زي النهاردة وسنة 107 ميلادية نال إكليل الاستشهاد القديس سمعان ابن حلفي أسقف أورشليم. هو ابن كلوبا أو حلفي وشقيق أبونا مار يعقوب البار ابن حلفي أحد الاثني عشر رسولا وأول أسقف على أورشليم. كان سمعان أحد السبعين الذين اختارهم الرب للكرازة والتبشير، ونال نعمة الروح القدس مع أبائنا الرسل الأطهار يوم الخمسين. ولما قتل اليهود أخاه يعقوب الرسول أسقف أورشليم، أجمع الرسل على انتخاب أخيه سمعان خلفا له، فأخذ يرعى رعيته بما تحلى به من حكمة وغيرة رسولية. وقبل خراب أورشليم عرف ما سيحل بها من الدمار، فأخذ شعبه وذهب بهم إلى شرقي الأردن حيث عاشوا في أمان. وفي عام 70 ميلادية هجمت جيوش الرومان على أورشليم وخربتها وأحرقت الهيكل وقتلت كثيرين من اليهود. ولما هدأت الحال رجع القديس سمعان مع شعبه إلى أورشليم حيث واصل جهاده في الخدمة والتبشير، فآمن كثيرون على يديه. بعد كده أثار تراجان الإمبراطور الروماني الاضطهاد على المسيحيين، فقبض والي فلسطين على القديس وأذاقه أمر العزبات دون أن يراعي شيخوخته، إذ كان قد بلغ 120 سنة وكان صابرا محتملا. أخيرا أمر الوالي بصلبه فاستودع روحه الطاهرة على الصليب ونال إكليل الشهادة والاستشهاد. بركة صلواته تكون معنا. أمين. أيضا في هذا اليوم بتعيد الكنيسة سنة 166 ميلادية تنيح القديس البابا كلاوديانوس البطريرك لترتيبه التاسع من بطريركة الكرازة المرقوسية. اتولد بالإسكندرية وكان رجلا عالما فاضلا، وبعد نياحة البابا ماركيانوس أقاموه بطريركا سنة 152 ميلادية، فاستمر يعظ ويعلم شعبه إلى أن تنيح بسلام بعد أن أقام على الكرسي المرقسي 14 سنة وستة أشهر. بركة صلواته وصلوات كل أبائنا البطاركة القديسين تكون معنا ولربنا المجد دائما أبديا. أمين. Exia Exia
أجي مريتي بارثينوس Martyros Simeon bi Apostolos Agios es cheros, agios asanatos, ek barseno genesis, eleison imes. Agios oseos, agios es cheros, agios asanatos, stavros izimes, eleison imes. Agios oseos, agios echeros, agios asanatos, anastasis ton nekron ke anelison, estos oranos elei son imen. Zuk sebetri ke yo, ke agio nevmati ke nin ke ayin, Christos eonas toni onon amin agetries eleison imel ebe brusef Christos ite ierne bosi etomnevmas eson sed robies almasih elahuna الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا للنبياء وأبرار الكثيرين اشتهوا أن يروا أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا وأنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر والآذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبة آتي قديسي صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب ارحم اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وعصونا أن نذكرهم في طلباتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها السيد الرب إلهنا الذين سبقوا فرقد يا رب نيحهم المرضى يشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجعنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا Σταθείτε με τα βόβο
Θεό, ακούθουμεν το Άγιο. Ευαγγέλιο. Συντηνηγούν, Κύριε, φλογήσον το κατά με Θεόν Αγίου, Ευαγγέλιον των Οσμών. Δόξα σοι, Κύριε. خوفنا أمام الله وأنصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر، بركته على جميعنا. من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك، بركته على جميعنا. طوباهم الذين بلا عيب في الطريق، السالكون في ناموس الرب. طوباهم الذين يفحصون عن شهاداته ومن كل قلبهم يطلبونه. باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم إلى الأبد. في تلك الساعات تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: من ترى هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا طفلا وأقامه في وسطهم وقال: الحق الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن اتضع مثل هذا الصبي فهذا هو العظيم في ملكوت السماوات، ومن قبل صبيا هكذا باسمي فقد قبلني. ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر رحى ويغرق في البحر. ويل للعالم من العثرات، فإنه لابد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة. فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعهما والقهما عنك، لأنه خير لك أن تدخل الحياة وأنت أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية. ولك يدان أو رجلان، وإن أعصرتك عينك اليمنى فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن تدخل الحياة وأنت أعور من أن تلقى في جهنم النار. ولك عينان. والمجد لله بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في إنجيل هذا القداس الإلهي يحدثنا ربنا يسوع المسيح عن مفهوم العظمة. لقد طرح التلاميذ على ربنا يسوع المسيح سؤالا قائلين: فمن هو أعظم في ملكوت السماوات؟ فمن هو أعظم في ملكوت السماوات؟ وكان رد ربنا يسوع المسيح له كل المجد عليهم بوسيلة إيضاح حية: لقد أخذ ولدا وأقامه في وسطهم وقال لهم: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات.
ثم أكمل قائلا: فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات. مفهوم العظمة لدى العالم يختلف تماما عن مفهوم العظمة في ملكوت السماوات. حضراتكم إذا نظرت إلى برج أو بناية عالية، لا يمكن أن نتخيل أن هذا البرج أو البناية العالية تم بناؤه فوق سطح الأرض، وبالتالي بيتم حفر لمسافات عميقة تحت سطح الأرض، وكلما كان البرج عالياً كلما كان المسافة التي يحفرها المهندسون أو الفنيون إلى بعد عميق جداً تحت سطح الأرض. هكذا الشجرة أو النخلة مثلاً، لا نتخيل أن الشجرة أو النخلة فوق سطح الأرض، إنما يقوم الفلاح بالحفر ووضع البذرة، وكلما كانت الشجرة ستعلو أو النخلة تعلو إلى مسافة عالية لابد أن تكون لها جذور تمتد إلى باطن الأرض وإلى مسافات عميقة تحت سطح الأرض. في حقيقة الأمر، إذا مدحنا برجاً عالياً أو بناية عالية أو شجرة مثمرة أو نخلة مثمرة، تمدح ارتفاع هذا البرج لمسافات شاسعة، نمدح الشجرة لثمارها أو النخلة إلى ثمارها، إنما نفعل ذلك ضمنياً، نمتدح أساس هذا البرج العالي أو البناية العالية، ونمتدح ضمناً إن لم يكن تصريحاً جذور الشجرة أو النخلة التي تمتد إلى مسافات عميقة تحت سطح الأرض. حقيقة لا يوجد إنسان يمتدح أساس عمارة أو برج أو بناية أو يمتدح أساس شجرة أو نخلة، لكن إذا مدحنا البناية أو البرج أو ثمار الشجر أو النخل فإننا ضمنياً نمتدح أساس البرج أو جذور هذه الشجرة أو النخلة، لأنه بدون هذه الجذور بدون هذا الأساس لا يمكن لهذه البناية أو البرج العالي أن يستمر، ممكن يسقط بسهولة. وده السبب لسقوط بعض البنايات أو الأبراج، عدم الاعتناء بالأساس ويكون إلى مسافات عميقة تحت سطح الأرض. كان السؤال: فمن هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ وكان رد ربنا يسوع المسيح عليهم وسيلة إيضاح حية، كما قلت: أخذ ولدا وأقامه في وسطهم وقال لهم: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. وقال أيضا: فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات. يوم ذهب ربنا يسوع المسيح إلى يوحنا المعمدان في نهر الأردن وطلب منه أن يعتمد، وعندما اعتذر يوحنا المعمدان ورفض وقال له: أنا المحتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي، سؤال استنكاري. لقد استنكر يوحنا المعمدان أن يعمد ربنا يسوع المسيح له كل المجد بيده، وعندئذ قال له ربنا يسوع المسيح في رد: يعلمنا كيف يكون الاتضاع الحقيقي وكيف تكون اللياقة في الكلام حتى مع الأكبر سناً أو الأكبر مقاماً. يوحنا المعمدان من حيث تجسد ربنا يسوع المسيح ولد قبله بستة أشهر، وهنا نتكلم عن ولادة السيد المسيح في ملء الزمان وتجسده وتأنسه. قال له ربنا يسوع المسيح: اسمح الآن. وزي ما قلت، ده بيعلمنا اللياقة في التعامل، ويخلينا نفكر ولو قليلا ما هو أسلوب التعامل بين البشر في هذه الأيام.
ربنا يسوع المسيح بيعلمنا الاتضاع الحقيقي، فهو الخالق الله الظاهر في الجسد يطلب من جبلته يوحنا المعمدان قائلا اسمح الآن، ثم أكمل قائلا ليوضح له الهدف، لأنه ينبغي بنا أن نكمل كل بر. وهذه العبارة أدهشت يوحنا المعمدان، وأعتقد أن أفكارا كثيرة جالت بفكره. قد يقول ونقول معه: أنت البار الذي تبرر، وأنت القدوس الذي تقدس، تأتي إلي. وأقصد بهذا يوحنا المعمدان، وكأن لسان حاله يقول: تأتي إلي لتعتمد مني. أراد ربنا يسوع المسيح أن يوضح له أنه في هذا المقام هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله، وهو عندما يحمل خطايا العالم كله إنما يكون نائبا عن البشرية كلها، يريد أن يكمل عنها البر كنائب عنها، وليس لأنه محتاجا لهذا البر، حاشا. هو البار الذي يبرر والقدوس الذي يقدس. وعندئذ وأمام هذا الاتضاع الإلهي العجيب، ارتضى يوحنا المعمدان أن يأخذ بركة عماده للسيد المسيح. أيضا في يوم خميس العهد، قبل أن يؤسس السيد المسيح سر الأفخارستيا أو سر التناول أو سر الشكر، اعتذر بمئزرة وانحنى وطلب وعاء به ماء، وانحنى ليغسل أقدام التلاميذ. ونحن نعرف أن أقصى جزء في جسد الإنسان عرضة للاتساخ هو القدمين. انحنى الله الظاهر في الجسد، المعلم والسيد، انحنى ليغسل أقدام التلاميذ. وعندما اعتذر بطرس ورفض أن يغسل قدميه، قال له: إن لم أغسلك وأغسل قدميك فليس لك معي نصيب. وعندئذ في الدفاع أبونا ومعلمنا بطرس الرسول قال له: اغسلني بالكلية. قال له: من يحتاج أن يغتسل فليس له حاجة إلا أن يغسل قدميه. وبعدما أتم هذا الاتضاع قال لهم مفسرا: أنتم تقولون أني السيد والمعلم، فإن كنت وأنا السيد والمعلم انحنيت وغسلت أقدامكم. وسيلة إيضاح أخرى حية قدمها ربنا يسوع المسيح للتلاميذ ليتعلموا منه الاتضاع الحقيقي. أيضا الأمر الوحيد الذي طلبنا ربنا يسوع المسيح له كل المجد أن نتمثل به، قال بنص صريح: تمثلوا بي لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. لم يطلب منا أو يطالبنا أن نتمثل به في صنع المعجزات مثلا أو إقامة الموتى، وهي أعمال عظيمة معجزات، لكن طلب منا وطلبنا أن نتمثل به في الوداعة واتضاع القلب. لقد أراد أن يوضح لنا مفهوم العظمة الحقيقي. نحن في بداية القداس الإلهي وبداية صلاة الصلح نخاطب الله قائلا: يا الله العظيم الأبدي. الله العظيم الأبدي هو ذاته طلب منا أن نتمثل به في الوداعة وتواضع القلب. تمثلوا بي لأني وديع ومتواضع القلب. إن المثل الحقيقي للاتضاع الحقيقي قدمه لنا ربنا يسوع المسيح له كل المجد. تواضع الإنسان يعطيه مكانة عظيمة في ملكوت السماوات، قد لا يعطيه مكانة
في وسط الناس أو البشر، لكنه حتما يعطيه عظمة في ملكوت السماوات. وشتان شتان بين العظمة بين الناس والعظمة في ملكوت السماوات. معلمنا بولس الرسول عندما أراد أن يصف لنا الفردوس وصفه بعبارات عجيبة قائلا: ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن ولا وما لم يخطر على بال إنسان ما أعددته يا الله للذين أحبوك وأرضوك. إذا رأيت أو زرت أجمل بقاع العالم، أجمل بقاع العالم بما لا يقاس في الفردوس وفيما بعد في الملكوت، سترى أروع بما لا يقاس من أجمل وأروع بقاع العالم كله. ستسمع ألحانا وأصواتا عذبة جميلة، ومهما تخيلت سترى ما هو أجمل وأبرع ممن تخيلت. فالمزمور 44 يصف ربنا يسوع المسيح له كل المجد قائلا: إنك أبرع جمالا من كل بني البشر. إننا عندما نشاهد طفلا جميلا نقول: الله، بمعنى تباركت يا الله يا من أبدعت هذه الخلقة وهذا الشكل الجميل لهذا الطفل الجميل. فما بالنا إننا سرنا الله الذي هو أبرع جمالا من كل بني البشر. أذكر قصة لطفل صغير من الأرياف. كان يلعب مع أحد الأولاد في نفس سنه، والولد الآخر وهم بيلعبوا بدون قصد زقه، وقع الطفل ووقع على حجر، فزي ما بيقولوا باللفظ البسيط فتحت راسه وشاف الدم اتخض وطلع يجري على أبوه. أبوه سأله، قال له: يا فلان. قال له: نعم يا أبوي. قال له: مين اللي عمل فيك كده؟ مين اللي وقعك وبطحك؟ قال له: فلان ابن فلان. في الأرياف زمان يقولوا كبسهالو بن، يعني ملاها بن عشان يمنع النزيف. وقال له: هنروح دلوقتي نعمل بلاغ في المركز في الواد فلان وابوه. وعدى الأب على أخوه وهم رايحين للمركز، عدوا على نفس المكان اللي كان ابنه بيلعب مع الطفل التاني. فوجئ الأب وأخوه إن الولد بيقول للولد التاني اللي بطحه، قال له: يا فلان. قال له: أيوة. قال له: اوعى تتنقل، خليك هنا، هروح المركز نعمل بلاغ فيك وأبوك ونرجع نلعب سوا، ونرجع نلعب سوا. عم الولد قال لأخوه، قال له: يا عم ارجع بينا، الولد مسامح في حقه، الولد مسامح في حقه، ارجع بينا ارجع بينا. أبوه خده في حضنه قال له: حبيبي، علمتني النهاردة إزاي لما نكون كبار ونرجع في نقاوة الأطفال الصغار في براءتهم، إزاي ده بيجنبنا مشاكل وخصومات قد تمتد إلى سنوات كثيرة. طفل الأرياف الصغير علم أبوه وعمه إزاي يكون براءة الأطفال براءتهم. ممكن الأطفال يلعبوا سوا وممكن يتخصموا ويزعلوا من بعض بسرعة، قد لا تمر دقائق معدودة ويرجعوا تاني يلعبوا تاني، وابتسامة عريضة تاني وحب تاني وأحضان وبراءة. هو ده اللي قصد ربنا يسوع المسيح، مش نرجع زي الأطفال ويبقى لنا فكر الطفل ومحدوديته، لا مش ده اللي مقصود، لكن نرجع ونصير مثل الأطفال في البراءة، في الحب، في السلام، في التسامح. القديس أغسطينوس له مقولة جميلة يقارن فيها بين الكبرياء والاتضاع. يقول: الكبرياء طردت الملائكة من السماء، أما الاتضاع فقد جعل ابن الله أقنوم الله الكلمة ينزل من السماء ويتجسد ويتأنس.
الكبرياء أخرجت آدم والمرأة من فردوس النعيم، أما الاتضاع فقد أدخل اللص اليمين التائب المتضع إلى الفردوس مرة أخرى. وأيضا هناك قول للأنبا بخوميوس يقول فيه: إذا رأيت إنسانا متواضع القلب طاهرا، إذا رأيت إنسانا متواضع القلب طاهرا فهو أعظم من سائر المناظر، لأنك بواسطته تشاهد الله الذي لا يرى. بمعنى أبسط، إذا شفت إنسان متضع طاهر، هذا الإنسان المتضع الطاهر بيوصل لك فكرة عن الله الذي لا تراه، لأن الله الذي لا نراه ونعبده هو إله متواضع القلب. متواضع القلب، الاتضاع الحقيقي هو شعور داخلي، شعور داخلي يملأ كيان الإنسان كله بأنه لا شيء في ذاته. ببساطة، الإنسان المتضع يشعر شعور داخلي بيملأ كيانه كله، بمعنى فكره وقلبه وحتى أفكاره وسلوكه، بأنه لا شيء في ذاته، وأن كل المواهب وكل العطايا هي عطية مجانية عظيمة من قبل الله. وبالتالي يجب أن يعرف كل منا أن هذه المواهب أو المنح أو العطايا مصدرها الله. إن تخلت نعمة الله عني اختفت وزالت كل هذه المواهب أو المنح أو العطايا. بمعنى ولادنا وبناتنا، وأقصد المصريين كلهم اللي حققوا نجاح وتفوق في الثانوية العامة، أكيد ذكروا وتعبوا وكانوا أمنا في تحصيل العلم، والله بيعطي كل إنسان حسب تعبه وفقا لقانون العدل الإلهي الذي ينص على أن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. الطالب اللي حقق نجاح وتفوق لما ابتدى يذاكر استخدم عينيه، عطية من ربنا، ولما كتب سواء كتب معلومات وراء أستاذه أو كتبها في كراسة الإجابة، كتبها بإيديه اللي خلقها له ربنا، ولما فكر بعقله، رغم بنقول بعقله لكن هذا العقل هو عطية من الله، وبالتالي هو استخدم كل المنح والعطايا اللي ربنا عطاها له، استخدمها استخدام جيد وأمين، وبالتالي حقق نجاح وتفوق. لكن تخيلوا معي هيلين كيلر مثلا، هذه الطفلة كانت عمياء خرساء بكماء، احتمال انها تتعلم مستحيل، احتمال انها تعلم من رابع المستحيلات كما يقولون، لكن الله وان كان قد سمح بان تحرم هيلين من هذه الحواس الثلاثة، وضع في طريقها مربية فاضلة، يجب أيضا أن نذكر لها هذا الخير. فقد علمت هيلين بلغة الإشارة على كف اليد، وقضت سنوات طويلة تعلمها. طفل صغير ممكن عن طريق العينين يتعلم، عن طريق الأذن لما يسمع يتعلم، وعن طريق الفكر يقدر يستوعب، لكن هيلين كانت محرومة من ثلاث حواس، كانت لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم. وبعد سنوات استطاعت هيلين أن تحاضر، ونتساءل كيف كانت تحاضر. كانت تتفاهم مع مربيتها بلغة الإشارة، والمربية عن طريق اللسان، لسانها هي شخصيا تنقل للحضور المحاضرة، وألفت أكثر من كتاب، ألفت أكثر من كتاب. وبالتالي إذا ربنا سمح وحرمك، ما أقصدش حرمك هو، لكن سمح ليك بظروف. أعرف إنسان
من سنوات طويلة هو قد تنيح وكان مبصر وكان في السنة والصناعة أيامها وكان أول الجمهورية في الشهادة السنوية الصناعية من سنوات طويلة وبعد ذلك سامح الله له بأن يفقد نعمة البصر لم يتذمر وبالتالي لم يستطيع العمل ومارس التجارة وكان تاجرا ناجحا ماهرا رد فعلك تجاه النقص هو اللي بيحدد شخصيتك بالمناسبة بالنسبة لهذه القصة الإنسان المتواضع إذا صادف إهانة يحتملها ويقبلها وفي اتضاعه يجاهد أن يحتملها بفرح انظروا معي ماذا قال سفر أعمال الرسل عن أبائنا الرسل اللي قبض عليهم رؤساء كهنة اليهود وجلدوهم وأمروهم ألا يذكروا هذا الاسم أي لا يذكروا اسم ربنا يسوع المسيح له كل المجد يقول سفر أعمال الرسل أما هم أي التلاميذ الذين أهانوهم رؤساء كهنة اليهود وجلدوهم فذهبوا فرحين ذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه اعتبروا هذه الإهانة وهذا الجلد بركة وشرف أنهم إن كانوا قد أهانوهم فإن هذا من أجل اسم المسيح وبالتالي قابلوه بفرح وذهبوا فرحين هذا هو الاتضاع الحقيقي أن تفرح بالإهانة وتتقبلها بشكر ورضا بل بشرف أنك أهنت من أجل اسمه المبارك القدوس الإنسان المتضح في حقيقة الأمر يجاهد في اقتناء الفضائل وكلما أعطاه الله معونة واقتنى فضيلة في اتضاعه يعتبرها عطية من الله وليست نتيجة جهاده يعني يقول له أشكرك يا رب أنك ساعدتني أقتني هذه الفضيلة ولا يعتبر أن سر أو سبب اقتنائي لهذه الفضيلة هو جهاده يقول له أشكرك يا رب أنك أعنتني أكتسب وأقتني هذه الفضيلة ولا يرجع سبب اقتنائه للفضائل جهاده أو تعبه على الإطلاق هذا هو الإنسان المتضع في دقائق قليلة في النهاية كلمة بسيطة خالص أقول يا ربي يسوع المسيح نموذج الاتضاع الحقيقي علمني علمني كيف أتضع أمامك وأمام الناس وأمام الشياطين أيضا لقد علمنا الأنبا أنطونيوس في اتضاعه أمام الشياطين أن المتضعون يستطيعون أن يتخلصوا من شراك وحيل الشياطين إن جهدت أن تقتني الاتضاع فإنك في حقيقة الأمر تكون عظيما في ملكوت السماوات وكل من يراك يبارك عليك حتى أعدائك يأمرهم الله قائلا إذا أرضت الله طرق إنسان يجعل أعدائه يسالمونه لربنا المجد دائما أبديا أمين أنية خنوم اسمي نيس هو بنت باي إيه هو بيوي بيوي أي قطا بفراني من راتي أنت بي خريستوس أربرز في نهري غنو تنشو سنفتر أنت سأوتوكوس مارياس ما بين بن سوتير أنت فكانين نو في نانيب طبيم بشو يسري غن بميسيت تيسن أبت بخريستوس أباسيمون بأبوستولوس تفكان النوفي
طانبون جفس مروت جفوت نمبشيرين أمبب نبمائس أوب تترياس جيك بولت نوشت موستن تيخون سوف يسوبرس خمين كريا ليسون كريا ليسون خوص مياني الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل آلي السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وأن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليهدي الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضى نعم نوم بالروح القدس الرب المحن وبسم الله نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة سورية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر من فضلكم تسامحوني كلكم شليل فلوجتين ببروس امشين صاصيتين ايريني بازين طب نبماتي يسو يا الله العظيم الأبدي الذي قبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السموات هذا الذي أجناد الملائكة ومجدونك به قائلين المجد لله في الآلي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب سرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكر الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي نعلم غير وقون في دينونا من موابة غير المدى السماء المسيحية يسوع ربنا المجد قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب
الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا بشفاعة والدة القديسة مريم. يا ربنا املانا بمغفرة خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك صالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصت أنا. رحمة السلام ذبيحة ومستوجب، لأنه حقا بالحقيقة مستحق ومستوجب. أيها الكائن السيد الرب إله الحق، الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي خلقت به كل شيء، ما يرى ما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجلوس قفوا، الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة، الرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوات، وإلى الشرق انظروا. أنت والذي يقف حولك الشربيم الممتلئون عينا، والسيرافيم ذو ستة الأجنحة يسبحون دائما بغير سكوت قائلين: قدوس 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 رب السباط السماء والأرض مملوءات
من مجدك أقدس. أجيوس 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 قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا آمين تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص منعما علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح جعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا طهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا أبشنا في إبسيت إأمانتي إبلهتم بسطى أبروس آمين وقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب رسم يوما للمجازاة هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد وواحد كنحو أعماله رحمتك يا رب وليس بين يدي المستر يونتي متأبسابي أبسس غارتي فأمو خائب أنخم بكوزمو بستفقو جنة بجيسو ابن أطاتشني أبوهن أتصليب أبوهن مكاريون
وهنري بطام خوف تناتي جفاي بخنوم اسمي نبن إطاب شبه آمين أبز مورو آمين أب إرقي زمي فني تنوب ان اغيوس مصديس وهن ابوستولوس اس او ابقو اموس جيتي اومي بولن خد فتيرو فايغار بي باسو ما ايتونا باش اجن سينو نمهن كميشن ستيف ابكو ابول انتاني نوبي فاي ارد في با ارد مبئي فاي بخن ومسمين آمين فاي ريتي اوم بك ابت من انصبي زيبنا نبصد فيبول خن واربن امومو اطب شبه مو آمين ابز مو ورو آمين اب ارقي يزني فني تنوب من أغيوس المصديس ووهن أبوستولوس إس أو إبقو إموس جيتشي سويبو لنخيط فتيرو فاي غار بي بايسنو فنتيتي زي السيكم بيريتونا فن فيبول إجان سينو نمهن كميسن ستيب ابكو ابو لنتاني نوبي فاي ارد فيبا ارد مابئي فاي ارد كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن آجي آمين 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 بموتك يا رب نبارك نسبحك
أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسي عن يمينك أيها الأبزور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدات نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد أذنك ننصت آمين باي اويك مين انت باي بن صوم اي بواب انطاف فينا تيا امين باي ابو زيون اسنو ببطيوت انت تيزي السيكم بري انطاف كيبان انتنا تيا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا رب وسلم كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية صلوا من أجل سلام كنيسة الله الوحيدة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية يا رب اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع أبائنا الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها وأولا أذكر يا رب أبانا الطوبى والمكرم رئيس الأساقف بطريركنا البابا الأنبا طودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبانا الأسقف المكرم الأنبا ثودوسيوس صلوا من أجل رئيس كنطة البابا المعظم الأنبا طودروس الثاني بابا بطريرك رئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف الأنبا ثودوسيوس وسائر ساقفاتنا الأرثوذكسية يا رب ارحم والذين يفصلون معهما كلمة الحق باستقامة أنهم بهم على كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام أذكر يا رب أباءنا القمامسة وأبانا القصوص الأرثوذكسيين والشمامسة صلوا من أجل أبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وأخواتنا الشمامسة والإيبوذياكونيين وسبع طغمات كنيستي كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن أذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا ارحمنا يا الله الآب ضابطا آه آه آه
استر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع المقدسة وكل أديرة آبائنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة. يا رب أرحم والساكنين فيها بإيمان الله. تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة باركها. اطلبوا عن صوت مياه النهر في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلى هنا ويصدق الدار يا فرح وجه الأرض ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة للحيوان ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اصعدها كمقدارك نعمتك فرح وجه الأرض ليروع حرسها ولتكسر أسمارها. أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عيون الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمتنا الذين قدموا. تفضل يا رب أن تسكن جميع القديسين الذي أرضوك منذ البدء بين القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل رؤى الصديقين الذين كاملوا في الإيمان وبالأكثر القديس الممتلئ مجد العذراء كل حين والد الله القديس الطائرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق الصابر والشهيد والقديس ستفانوس رئيس جمع مسؤول الشهداء وناظر الله الإنجيل مرقس الرسول الطائر والشهيد
والبطريرك القديس ساويروس ومعلم نادي سقوروس والقديس أنس رسولي والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة والقديس وانا ذبي الفم والقديس ثيودوسيوس والقديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس واسيليوس والقديس غرورس ناطق بلاد قديس غرورس صالح والقديس غروريوس الأرماني والثلث مئة والثمانة عشر مكتملة بالنقية والمئة والخمسين بالقسطنطينية والمئتين باب الصوابان الصديق العظيم لما ترسل البارع باب أولا والثلاثة أنبا مقارات القديسين وجميع أولاد البان الصليب وابانا يونس القمص وابانا أنبا بشوي البار رجل الكامل حي مخلصنا الصالح وابانا أنبا بولو طموس قيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شهيد والقوي القديس الأنبا موسى ويحنس كامل القس وابانا بديها القمص وابانا بذيروس القس وابانا أنبا بخوم أبا الشركة وتدرس تلميذه وابانا أنبا شنود رئيس المتعودين وأنبا ويس تلميذه وابا القديس العظيم الأنبا برامس قيوم وجيز عبد القرابة القديس قمص مخيل بحيرة وابا القديس شماس الشهيد الأنبا سلوم بشاي وابا البطريرك القديس الأنبا كيرلس السادس والقديس الأرشدي يكون حبيب كريس وكل ما صرف قديسيك ولا الذين من سوء الآتم والباطل ارحمنا كل معا وانقذنا من الاسم القدوس الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسماء بين البطارقة القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين واغفر لنا خطايانا بركاتهم أخذت نفوسهم نيعهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضوع نحن الغرباء في هذا العالم احفظنا في ملك ونعم علينا بسلامك إلى التمام كما لجيب هذا كما أيضا في كل شأن يتمجد ويتبارك
وأرتف اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس إيريني بازي كتب نغمة نشكر الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه العظيم القدوس هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار الإلهية غير المائتة كريستوس شبيبا تقراطور ابشوي سبنوتي امين امين ابروس افكساستي كيريانا بميقات الخلاص وذبيحة ناطقة سمائية الجسد الإلهي والدم الكريم اللذان لمسيحك صار لنا نعمة وطهرا وخلاصا وغفرانا للخطايا شكرا نطلب إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد مارستون
وسباي شويس تسكي فلا سيمون توكي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة مقدس جامع الرسولية هذه الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها. اذكر يا رب أبانا الطوبة والمقرم رئيس الأساقفة البابا الأنبا تأدروس الثاني شريف والخدمة الرسولية أبينا الأسقف المقرم الأنبا سؤدوسيوس. اذكر يا رب نفس أبينا الطوبة والمقرم رئيس الأساقفة البابا الأنبا شنودة ونفس أبينا المطران الأنبا دوماديوس. تفضل يا رب نحن نفوسهم جميعا في أحضان أبانا القدسين. اذكر ولادك في كل مكان, اذكر المرضى اشفيهم, اذكر الحزانة عزيهم. قريب ما بيبتوهي سنن جن صوتي اسمو هرو امين كدبنا ما صوتو يتفوفو ثيو بروثون امين كريا لاي صون كريا لاي صون كريا لاي صون Christos Amen. 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 فاي بيخن أم اسمي أمين أمين تناتي أمين 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 تناتي 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 وطير أملوكين شابني بن خايا جي سايتي تي ساريك سرق تانكو طابق منو غني سنشيري بن شويس وبن نوتي وبن سوتير إسوس بخريستوس جيت سئيب الخمدن شويس النبتنين سوتكو سوابتي أغيي مريم اب ايسن وايم تب مسنوتي خنومت اتمك مت اتسوك مت اتشبتي اي افير امروغين اسمان اسمونس بلاتو سبتي سيري اقون جن بشي سوابن تب الصابروس خن ببوش من المفاري اقون ترين اليسوس صناتي جن بيتب مسنوتي فرقت مترو من اصوص نوت ازيوري جنبال يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه تناطي 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 السيطيخن هم اسمي أمين 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 تناطي 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 جي سيطيخن هم اسمي أمين توبيري أقول مجين خريسيانوس نيفين
إتاب قصنا نزويتو جي عريب نفيخ نبي مبشويس إريني كي غبي إيسو خريستو متئمون بصلاتي قوالينو يا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب رحم زقصاسيك